نحن ونحن هنا في القاهرة طبعاً، هل لك لقاءات مع مثقفين يمنيين ثانيين تلتقوا تناقشوا المشهد الثقافي اليمني؟ لا، لم ألتقي بمثقفين يمنيين إلا قليلاً الأصدقاء الذين جئت أنا وهم، التقيت بمثقفين مصريين وعرباً هنا. كيف نظرة المثقفين العرب للمشهد اليمني الآن؟ شوف، الحالة العامة حتى البلدان التي لم تحصل فيها حروب ألقت بظلالها على الحالة العامة، ألقت بظلالها الجميع، ما يحدث في اليمن وما يحدث في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي غيرها من البلدان، ألقى بظلالها على كل مكان، فالحالة صعبة على الجميع. لكن عندما يتحدثون معنا هم يتحدثون اليمن كمنبع للعرب وكشيء لم يحتكوا به كثيرا، يحبونها لليمن صورة مثالية في عيون وقلوب الأشكال العرب، فهم يتعاطفون مع الحالة ككل بغض النظر عن الاستفاضات. وما زال كثير من المثقفين العرب يراهنوا أن اليمن سيعود إلى الحاضنة العربية ويعود كمان إلى مكانه اليمن السعيد. أكيد، اليمن سيظل يمناً.